سجل حالة. سجل أزيد من 4500 طالب جديد في جامعة الشهيد حمّى الأخضر بولاية الوادي في عديد التخصصات. عملية التسجيل بعد رقمنتها سهلت المهمة على الكليات في جميع تخصصاتها. ياسين بوغزالة. بعد نجاح شهادة البكالوريا سجلنا في تخصص علوم تكنولوجيا، وتلقينا كل ترحيب من كل الموظفين وكل المساعدين وارشدونا على هذا. اليوم جينا نسجل التسجيل الجامعية في كلية الآداب، وجدنا الأحوال متوافقة مع هذا ومنظمة، سجلنا والحمد لله، ونتمنى الموسم الدراسي متقدم والازدهار والنجاح. العملية التنظيمية تقريبا نقول الحمد لله كل الأمور راهي سارية بالنسبة لكلية التكنولوجيا، خاصة هنا اللي راهي استقبلت أكبر عدد ممكن من الطلبة، تقريبا 1000 طالب واحد. السيرورة جيدة جدا والعملية تتم بانتظام. عدد الطلبة الموجه إلى جامعة الوادي يقدر ب 4581 طالبا. اليوم إن شاء الله سنشهد اكتمال هذا العدد. العملية سارت بسلاسة ومرونة كبيرة نظرا للتحضيرات التي أعدت على مستوى مركزي وعلى مستوى الكليات، من توفير للحواسيب وللشبكة العنكبوتية.